ياخد الاسم عماد جوجو جوجو داخل وامسكها صعب يا ولد يصد أسامة جوجو جوه الجول لنادي الأهلي أسامة حسن ثاني تسديدة لنادي الجيش الملكي المغربي جوه الجول جوه الجول داخل ولعبها حلوة لعبها تاج محمد هلعبها لطفي عادل لطفي عادل لطفي عادل جوجو اسلام جوجو جوجو الرابع داخل وامسكها ثاني حاجة وخلاص كده فوز نادي الاهلي بكأس السوبر رقم 14 بيحصل عليه للمرة الثانية نادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك سنة 2002 ويحصل على الأستاذ عيسى حياته رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وكابتن سليم زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم من شبكة راديو وتلفزيون العرب للبيست سكور وأستاذ القاهرة أن اليوم في أحلى صور مثل ما كان في البطولة الأمم الأفريقية والنظام في كل مكان والجماهير موزعة نفسها على كل أنحاء الاستاد ونجمي المباراه طارق كرموني وعصام الحضري فعلا بيتبادلوا الفانيلات وفعلا هما الاثنين زي ما قلت اثناء المباراه بيأدوا اداء طيب جدا طارق كرموني وعصام الحضري وفعلا هما نجوم المباراه اطفال وصغار و